إذن مشاهدنا الكرام، نستضيف فاعلة جمعوية وكذلك عضوة في الجامعة، إحدى الجامعات القروية. إذن من خلالكم وأنتم تمثلون المرأة في هذا المركز الجميل، يعني بالنسبة لكم مثل هذه المهرجانات هل لها قيمة مضافة من حيث المجال الثقافي والفني والسياحي؟ مزيان المهرجان، حنا بغينا دائما يستمر ومزيان، وبدا يجيب الناس، بدا يجيب السياح، بزاف ديال الناس اللي كنا تنشوفوهم في التلفازه وفي البرامج بدينا تنشوفوهم مباشره. الحمد لله بغينا هذا البرنامج يجي يطول ويزيد كل عام، بغينا يعاود التكوين ديالو والدورات. تنشكركم وتنتم على هذا المجهود اللي تديروا وعلى هذه المبادره الطيبه اللي تنشوفوها كل عام. شكرا. إذن كنشوفوا الآن المرأة أنها خارجة، وعكس ما يشاع على أن المرأة مثل هذه المراكز القروية ما كتكونش حاضرة. أي حسن الشرف حنايا كل عام المرأة تبقى تخرج من ذاك الجو اللي تتعيش فيه وذاك الشيء، حنا ما كرهناش يديروا لنا مهرجانات بزاف. إذن هذا ما نتمناه، ونتمنى للقيمين على هذا المهرجان كل التألق. شكرا لك أختي. شكرا. إلى اللقاء. إذن في إطار الأنشطة الموازية التي تنظمها جمعيتكم، يعني أولا التعريف الجمعية والنشاط اللي عندها المرتقب، وكذلك الأنشطة اللي سبقت يعني في عجالة بالنسبة للجمهور. هي مستشفى الحراوة الحكومية والمبادرات الاجتماعية، درنا واحد الأنشطة ديال الختانة. الأنشطة الأولى كانت فيها 70 طفل، والأنشطة الثانية فيها 180 طفل. واخا حنا درنا 200 في القانون، زادتنا هي اكثر من ذاك العدد، ولكن دوزنا اللي مكتب يدوز، اللي تقصر الطبيب اللي ما مسموحش يدوز ما داش، واللي مسموح راه دوزنا، درنا 180 طفل. ودابا الحمد لله الناس بزاف استافدوا وكل شيء، ودابا راه دايرين واحد الاحتفال ان شاء الله نهار السبت في الخيريه ديال صفيطه، دايرين هذوك الناس المسنين، دايرين واحد الاحتفال، غنديرو المحنة، أنشطة، داكشي اللي طلبوه لنا هما درناه حنايا، غادي نلبي ولم وتنطلبو من الله. إذن غتكونوا في دار المسنين؟ دار المسنين، ماشي ديال الغراس، إذن في دار المسنين. دار المسنين إن شاء الله غادي نديروه، وحنا طالبين الله نزيدو نستمرو ونزيدو نديرو أنشطة ونزيدو نديرو. أنا باغي ندير في مناسبة عيد العرس عاوتاني واحد الاحتفال إن شاء الله بحول الله، وباغي نزيدو نقدم إن شاء الله. إذن يعني كنعرفوا الجمعيات عندهم إكراهات مادية، إذن شنو هو النداء اللي توجهيه للجهات المسؤولة باش يكون دعم حقيقي للجمعية ديالكم اللي هي نشطة؟ أنا واحد الشيدة الله يجازيها بخير، صاحبتي كامل هديدي فرنسا، راه هي اللي تدعمني وهي اللي قايمة بهذا الواجب، وهي لله كل الشكر من المغرب إلى ديار المهجر. الشكر وتنطلب الله يجيبها اليوم على خير، راه ما جابش، هي اللي غادي تدير إن شاء الله ذاك الاحتفال ديال المسنين ان شاء الله، الله يجيبها على خير وبخير، وكنطلبوا ربي يسترها في الطريق، وبغينا ربي يجيب لنا عاوتاني شي ناس بحال ديك السيده باش تزيد تعاوننا، وبحال ديك المحسنين هما اللي محاجين حنايا وباغيينهم باش يوقفوا معنا على خاص. حنا بزاف عندنا بزاف ديال المشاكل وما تلقاوش الزيت، ما تلقاوش القدرات، حنا باغيين نخدموا وباغيين نزيدوا القدام، ولاني ما عندناش المجهود، ما عندناش الماده. كنطلبوا الله من دوك المسؤولين وهذاك الشيء يعاونونا ولو يبقى قليل، اللي ما عاونونا بكثير يعاونونا بقليل. وكذلك بدورنا كنهنيو هذه السيده اللي هي ديار المهجر ودارت الثقه بهذه الجمعيه وكتدعمها، ونتمنى انها تدعم جمعيات اخرى، وكذلك نتمنى للجهات المسؤوله من جماعات قرويه، من جماعات بلديه، من مجتمع مدني، انه يتكتل ويدعم الجمعيات الجاده مثل الجمعيه ديالكم. ان شاء الله حنا تنطلبوا الله يزيدوا يدعمونا ويزيدوا هذا، وتنشكروا هذه السيده بزاف 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 بزاف، بغينا نشكروها وبغينا الله يجيب لنا عاوتاني شي وحده اخرين بحال ديك السيده، حتى لحقاش نتلاقاو مع وحدين، ولاني بزاف بزاف كاين المشاكل. إذن مرة أخرى كنحييك يعني كجمعوية وكفاعلة وك يعني أنك عندك واحد المسؤولية في الجماعة ديالك، كنهنيك على الحضور المرأة القوي، وكذلك على التواصل مع الإعلام، وسنكون بينكم إن شاء الله يوم السبت. إن شاء الله نتلاقاو فرصة مزيانة، وندوزو ذاك النهار
بهذا العمل الخيري ونضرب لكم موعد إن شاء الله يوم السبت المقبل. إذن كان هذا الحوار من مركز سيدي علي، وكانت معنا الأخت خديجة الوزاني. إذن هنيئا لك أختي الكريمة، ومزيدا من التألق في أمان الله. شكرا.